بلغت عدد الأشجار الذي تم زراعتها منذ إطلاق مبادرة الجامعة الخضراء إلى أكثر من 18,000 شجرة في داخل المواقع وتشكيلات الجامعة وداخل الحرم الجامعي بالتعاون مع شركائها. فكان الشريك الأساسي للجامعة مؤسسة روانكا التي دعمت الجامعة بإطلاق مبادرات الجامعة الخضراء. فكان اليوم لنا مبادرة جميلة جدا معهم بزراعة غابات مصغرة داخل الجامعة. بدأت بزراعة 500 شجرة للحمضيات لتكون أول غابة تزرع داخل الجامعة، وبعدها تنطلق الغابات الأخرى في مناطق موزعة في أروقة الجامعة، وتبلغ عدد الأشجار المقدمة من قبل مؤسسة روانكا لتصل إلى أكثر من 3500 شجرة. علما أن الجامعة في العام الماضي أطلقت مبادرة بدأت من الجامعة التقنية الشمالية واتجهت إلى أحياء نينوى بزراعة أكثر من 10,000 شجرة بدعم من الجانب الفرنسي. مؤسسة روانكا مؤسسة مهتمة بالتربية والشباب والبيئة بالدرجة الأساس. واحدة من التحديات الكبرى اللي جاي يواجهها العراق هو هذا التحدي البيئي والتغير المناخي. فاحنا عندنا مجموعة مبادرات من هذا النوع، بديناها بأربيل بزراعة 1,000,000 شجرة بلوط، وجاي نتوسع بهذا المجال. وكانت محطتنا الثانية هي مشروع غابات روانكا اللي في محافظة نينوى. إلى نهاية هذا العام بديناها، بهذا السنة راح نزرع 13,500 شجرة. علاقتنا استراتيجية مع الجامعة التقنية الشمالية، تحديدا 3,500 شجرة راح نزرعها. واليوم كان يوم إطلاق هذه المبادرة، وكان عندنا نشاط آخر في غابات الموصل وفي جامعة الموصل هم نفسها.